تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان يجوز في الشرع ديالنا، لكن اللي كيسقسي هذا السؤال خصو يكون كيقبل عام كامل، ماشي يستنى حتى يجي رمضان يفرع عنا الراس تقبيله. قبل عام كامل علاش غيجي حتى رمضان؟ طبعا بشروط. ما كاينش الشروط تقبيل هذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة، اظن ام سلمة وعائشة، قالها كان يقبل في رمضان؟ قالت نعم، ولكنه كان املككم لاربه. واخر يلا شهرين باش مزوج، لا هذاك يكون النار في لاكار، هذا ما يبوس، ما هذا عيب عاد في التيسه، لان علاش يلاه طري هذاك يقدر يبوس تبان له في شي حاجه اخرى، يعني كما كيقولوا باب سد الذرائع. يعني واخر اللي مزوج 20 عام هذا واخا يبوس صافي، مزوج شابع زواج، فهمتي؟ واخا القبله هذا من هذا اللي كاين. عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل، ولكنه كان املككم لاربه، يعني كيتحكم في المشاعر ديالو. واش انتي لك رسول الله ماشي احنا ايه، ولكن هذا الامر هذا هذا التفصيل اللي فيها. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.